كمان الشخص يكون تلميذ ده يكون خاضع، خاضع لسلطان الرب سواء المباشر أو للسلطان اللي أقامه الله علينا. فعايز أدي مثال أمثلة للموضوع دوت، يعني مثلا الأولاد الكتاب بيقول أطيعوا والديكم في الرب، والزوجات إن الرب بيقول لهم إنهم يخضعوا للأزواج، لأن الله أقام الرجل هو الرأس والراجل الرأس بتاعه هو المسيح. فخضوعي للزوج هو خضوعي للرب نفسه، وخضوع الأولاد للأباء والأمهات ده برضو خضوعهم للرب نفسه. وبرضو في الشغل المديرين بتوعنا كل ما هو في سلطان فوقينا الله أقامهم، إحنا خضوعنا ليهم هو خضوعنا للرب مباشر. وده التلميذ إن يكون عنده الخضوع. والفرق بين الطاعة والخضوع، الطاعة هو أن أنا بنفذ الأوامر والتعليمات، أما الخضوع هو يكون اتجاه قلبي وأنا بنفذ التعليمات ده شكله إيه.